السلام عليكم الإخوان. في الدرس السابق تعرفنا على تنصيب الأندرويد تي في على اليو اس بي، يعني نفس هذه النسخة نزلناها على يو اس بي وبورتابل، يعني أينما ذهبت يمكن أن تشغلها في أي كمبيوتر. اليوم إخوان كما وعدتكم طبعا سننصب النسخة، كما تشاهدون هي شغالة على القرص اس اس دي، يعني هذه النسخة إخوان جميلة جدا، شغالة من خلال هذا القرص إخوان. يعني يمكن أن ندخل مثلا على البلاي ستور من خلال الكيبورد فقط، بوم، وانا يعني في البلاي ستور شغال بامتياز. شبكت عليه ايضا هذا الاير ماوس كما تشاهدون، هو مشبوك هنا، فيمكنني التحكم كما تشاهدون بشكل رائع احبائي. طبعا لديكم الكيبورد يعني يمكن التحكم فيه والرجوع الى القائمة، وكل شيء على الكمبيوتر اخوان وعلى هذا القرص، يعني النظام بالكامل اندرويد تي في على هذا القرص. نوريكم حاجة اللي هي ممتازة، لاحظوا الحجم إخوان، يعني نذهب مباشرة إلى الإعدادات، نجي على Device Preferences، نجي على Storage، إيه وغتشوفوا الإخوان بأن الحجم 33 جيجا، يعني عندي أنا حاليا اندرويد تي في بحجم 33 جيجا. تشاهدون هذه التطبيقات والمتبقي 32 جيجا في هذا القرص، وأيضا لدي حجم إضافي يمكن أن أدخل عليه وأنصب أيضا عدة تطبيقات عليه، 480 جيجا بايت قرص SSD إخوان. هذا هو درس اليوم، لا تذهبوا بعيدا إخوان، مفيد جدا ومهم جدا لكم وحصري للغاية إخوان، وأرجوكم لايك قبل أن نبدأ الدرس احبائي. اخوان السلام عليكم، اهلا وسهلا. قبل ان ابدا هذا الدرس اخوان اللي هو مهم جدا وحصري، لايك للفيديو لنوصله ل 5000، بعد ذلك ساعطيكم درس اخر رائع ساتركه لكم مفاجاه، اوكي. اليوم سنقوم بتنزيل نظام الاندرويد تي في عوض اليو اس بي اللي كانت في الدرس السابق في الدائره البيضاء، سنضعه الان هنا في هذا القرص اس اس دي، حجم اكبر واسرع بكثير، يستاهل المشاهدة الدرس هذا. أولا سأقوم بتوصيل طبعا هذا اليو اس بي خاص بالاس اس دي كما قلنا على الكمبيوتر، قمت بتوصيله إخوان، سأريكم إياه طبعا نحن الآن في الكمبيوتر، سأريكم إياه. لو ذهبت مثلا على الكمبيوتر ستشاهدون أن لاسي اس اس دي هو بحجم 480 جيجا بايت، هو هذا طبعا فارغ، يكون فارغ مفرمط بالـ NTFS، اوكي ممتاز. اذا هذا هو القرص خاص بنا، ممتاز جدا. نسخة الاندرويد 9 سأترك لكم الرابط اسفل الفيديو، وطبعا تجدونه في الدائرة البيضاء ايضا الدرس السابق نفس النسخة، ها هي الاندرويد تي في 9 بحجم 1 جيجا، ممتاز. سنحتاج في هذا الدرس ايضا الى جراب تو وين، سأريكم ذلك خلال مراحل الفيديو. اول شيء سنقوم به هو سنفك الضغط على الايزو ايميج، هذه الصوره، من خلال برنامج اللي هو الوينرار، استخدموا الوينرار من الافضل، مجاني نزلوه. اذا ضغط زر يمين بالفاره وينرار، وننزل وين اكستراكت فايلز، هذا نضغط عليها، يعني سنفك الضغط عنهم، وساختار اين ساقوم بفك الضغط. طبعا فهمتوها، هنا ساقوم بفك الضغط هذه الملفات الى القرص اس اس دي، اول خطوه. اذا انا سان ديسك، لدي سان ديسك، لاسي هي هذه طبعا في الكمبيوتر تشاهدون لاسي، ها هي هو هذا القرص، نعمل له اوكي، جيني هذه الرساله نتجاهلها واتركه يكمل. طبعا سيقوم بفك الضغط ملفات الاندرويد ايزو في القرص اس اس دي، انتهينا من الموضوع في ثواني، تشاهدون بان العمليه سريعه. الان سادخل على، نعمل طبعا ريفريش، تشاهدون بان في القرص اس اس دي هذه المره ها هي الملفات اخوان، طبعا تلاحظون الملفات، نعملها ليست كي تظهر معكم جيدا. اذا هذه هي اخوان الملفات كما تظهر معكم احبائي، هي هذه، فكينا عنها الضغط. اللي يهمني في الموضوع انني الان ساقوم بصناعه نسخه اندرويد تي في
32 جيجا، 32. إذا أنا سأمسح هذه 4 جيجا و 8 و 16، نمسحهم من القرص SSD، لا داعي لتواجدهم. تأخذون ملف الداتا 32 جيجا بايت، تفكون عنه الضغط بالطريقة الأسهل، أنكم تجيبوه لوين؟ لسطح المكتب بهذه الطريقة. أنا عندي طبعا الملف سبق أن وضعته هناك. عندما تضعونه في سطح المكتب، نجي ونفك عنه الضغط داخل سطح المكتب، نعمل له extract all لديتا 32، نعمل extract. طبعا هو سبق أن فكيت عنه الضغط، نعمل skip. ممتاز، ستتحصلون على هذين الملفين، ملف الضغط هذا بما أنني لن أحتاجه، نعمل له بوم هنا إلى recycle بين أو إلى سلة المهملات. إذن ها هو الملف، فكينا عنه الضغط 32 جيجا. نفتحه هكذا، نجيبه هنا، هو هذا، نجيبه هنا هكذا. ها هو الملف 32 جيجا. نجيب ملف الديتا إيميج، تشاهدون، ونرسله إلى وين؟ إلى قرص SSD. وطبعا العملية حسب سرعة الكمبيوتر أعطتني تقريبا، ستشاهدون بأنه يعني تقريبا 4 دقائق. 4 دقائق سيتم وضع الملف هذا 32 داخل الـ SSD. أوكي؟ إذا نترك العملية تكتمل وأعود لكم إن شاء الله. إذا ممتاز الإخوان، كتشاهدوا بأن Data Image تم نقلها إلى وين؟ إلى القرص SSD. الآن ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟ أولا مثلا ملف Data 32 هذا سأتخلص منه لكي لا يثقل كاهي الكمبيوتر، ودائما ضعوا في الحسبان أن يكون عندكم إسباس أو مجال فارغ في الكمبيوتر، يعني عندكم حجم تخزين أكبر. نعمله Yes، نحذف الملفات هادو، نعمل ريسينك امبتي سايكل بين. اوكي برافو. الان تشاهدون لدي ملف الديتا، لدي مثلا هذا الملف ايضا الديتا اللي هو مضغوط، لن احتاجه الان، ما علي سوى ان احذفه هكذا. نعمل له حذف، تم حذفه، ايضا نحذفه من سلة المهملات لانه ياخذ مساحة. ممتاز جدا. اذا هذه هي الملفات الان اللي عندي على قرص SSD. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ملف، تذكروها جيدا، سيكون عندكم 17 ملف في SSD، لانهم هذه الملفات كلها تكمل بعضها، ومبينتها طبعا الديتا ايميج 32. سلينا من هذه النقطة احبائي. الان سأنزل هذه النافذة ونجي للويندوز، طبعا دائما في الجوجل كروم احنا فيه، تدخلون على هذا الموقع، سأعطيكم الرابط اسفل الفيديو، grab to win، ضروري تنزلون هذا الملف، تضغطون فقط على داونلود وتنتظرون 5 ثواني، سيتم تنزيل ملف grab to win. شنو هو الدور ديال هذا الملف؟ انا اقول لكم لماذا. طبعا انا نزلته مسبقا، لا داعي لإعادة العملية. ها هو الملف grab to win. طبعا انا فكيت عنه الضغط، لما تفكون الضغط عنه يجيكم هنا السيتاب، سننصب هذا البرنامج. لماذا؟ لان الان لو قمت بتشغيل الكمبيوتر كما فعلنا مع اليو اس بي وقلعنا على اليو اس بي، لن يعمل معكم قرص SSD، لن يعمل معكم بنفس الطريقة اللي وضعناها في الدرس السابق. لذلك سنقوم باستخدام هذا البرنامج، نقوم بالضغط عليه مرتين وننصبه مع بعض على المباشر، يجيكم طبعا ما هي اعدادات الكمبيوتر اللي عندي انا. طبعا ويندوز 11 64 بت، والاي اف اي فايرموير، يعني انا ما عنديش البوت ليجاسي ولكن الاي اف اي، اللي عندهم هذا ماشي ضروري الويندوز 11،
عندك ويندوز 10 سيعمل معك. اوكي، عندك الويندوز 10 شغاله الطريقه 64 بيت ضروري، والاي اف اي فايرموير ضروري يكون عندك، يعني نظام البوت خصو يكون اي اف اي ماشي ليجاسي. اوكي القديم، نعمل اوكي. سيتم تحميل جرابتوين من الانترنت، يعني ضروري الانترنت في هذه الحاله. تشاهدون ممتاز، هو سيتم تنصيبه بطريقه اوتوماتيكيه، ما عليكم سوى استكمال الخطوات. مثلا تشاهدون ها هو يقول لك فين غتنزل الجراب، نقول له في سي، نعمل له سيت اب، يتم تنزيله في السي جراب توين، ننتظر. تشاهدون تظهر معنا طبعا هذه النوافذ. الان تم تنصيبه، نعمل كلوز ذا سيت اب بروجرام، والان يتم تجهيزه ثواني. وها انتم اخوان مع البرنامج، الان يظهر معكم هو هذا البرنامج، ساضعه في هذا الجانب ليضع الكاميرا جانبا. هذا هو برنامجنا اخوان. شنو الدور ديالو؟ هذا يقوم باعطائك بوت سيكونس، اللي هي يعني نختار يا اما الويندوز يا اما نقلع على القرص SSD او على اي نظام اخر، يعني انت ترتب الامور وساساعدك في ذلك. فالعمليه سهله جدا اخوان. اذا كما تشاهدون هنا سنضغط على مانيج بوت منيو اللي باللون الاصفر. اوكي، ها هي الخطوه سهله جدا. الان ساضغط على ادد ا نيو انتري. اوكي، هنا في تايب غادي نختار اندرويد، بما ان نظامنا اندرويد. ممتاز، هنا نسميه اللي بغيت، مثلا اندرويد ندير ليه SSD عفوا اندرويد SSD مثلا. الخطوه المهمه اللي يجب ان تركزوا فيها هي في الكيرنل. نجي نضغط على سيليكت ا نيو اندرويد كيرنل فايل، نضغط عليها. وطبعا من اين سنجلب هذا الكيرنل؟ من القرص SSD. يعني نجي هنا على ديز بي سي، يعني في كمبيوتري انا، وندخل على لاسي SSD، يعني ندخل على هذا، تذكر على القرص ديالكم اللي وضعتم فيه الملفات، ندخل عليه ونبحث عن الكيرنل. طبعا هو ملف واحد اللي موجود، ها هو، نحدده ونعمل open، وها هو الان حددنا الكيرنل من القرص. والان نعمل apply وبعد ذلك اوكي ونشوف. مثلا لنفترض انا اريد ان اجعل هذا الاندرويد بجانب الويندوز الفوق، نعمله الفوق هكذا، نطلع به مره ثانيه، ايضا نطلع ونطلع. فوالا، لدينا الان ويندوز الفوق، تشاهدون ويندوز الفوق، تحت منه اندرويد. هادو حبيت نخليهم، حبيت انني نحذفهم، فالطريقه سهله، ديليت ديليت ديليت. لكي يسهل عليكم يظهر معكم الموضوع، نعملو ديليت هادي. اوكي، ديليت من الريبوت، ما خصنيش انا الريبوتي من هنا، ديليت من هنا، والبوت انفو ما عندي غرض ايضا، ونخلي فقط ويندوز والاندرويد. مرة نقلع على الويندوز، مرة نقلع على القرص SSD، وسنشاهد الطريقة. اذا ما علينا، نعمل ابلاي وبعد ذلك اوكي ومن بعد ذلك كلوز. الان شوف الموضوع، انني ساعيد تشغيل الكمبيوتر اخوان، واكيد سيظهر معي الجراب تو وين، وسنقلع على القرص SSD. اذا لا تذهبوا بعيدا، ساغلق الكمبيوتر معكم على المباشر وتشوفوا الطريقة. اذا اخوان، بعد ان اعدنا تشغيل الكمبيوتر كما تشاهدون، طبعا لدي الويندوز ولدي الاندرويد، ويندوز واندرويد. اذا اين هو القرص SSD؟ هو الاندرويد SSD كما تشاهدون، ها هو. لنقلع عليه فالطريقة سهلة جدا، انتر. الان سنقلع من خلال SSD كما تشاهدون. الاعدادات الاولية نفسها اللي قمنا بها في النسخة اللي شرحت لكم على USB. اذا اول شيء سيتم التعرف على النسخة، دارت معنا جوجل كما تشاهدون. اذا كل ما علي الان انا اقوم بادخال الواي فاي. بالنسبة للكمبيوتر يعتمد على نوعية الكمبيوتر، فانا بالنسبة لي هذا الكمبيوتر ما فيش واي فاي، فيه RJ45، يعني بطريقة اوتوماتيكية سيتم التعرف على اللان فيرتوال، كتسمى واي فاي فيرتوال، يعني القطعة
RG45. طبعا تستعينون بالماوس او من خلال الارو كيس. انا شبكت طبعا كما تشاهدون هذه الاير ماوس. ندخل مثلا على اللغة مثلا او شيء. مثلا سأستخدم الكمبيوتر نعمل انجليش يقول لك كده نعمل له اوكي سكيب فوالا فوالا فيرتوال. نشاهدوا هذه هي كارت الشبكة. نعمل انتر كونكتينغ تو فيرتوال واي فاي. هي هو كارت الشبكة مش ما تدخلش هو كارت الشبكة. كونكتد ساكسيسفولي يعني تم الاتصال. نقول لك ابحث عن ابديت ما وجد شيء. ساين ان طبعا هنا نعمل انا حساب جيميل. تضعون حسابكم على المباشر. نعمل حساب جيميل نكتب الباسورد طبعا حسابكم تضعونه بشكل سهل جدا. سيتم الاتصال الان. اكسبت يس يس كونتينيو تيرن اون كونتينيو. نسميه نيكسوس بلاير ماشي مشكل. يس يس اوكي 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 و لا توش فينال النهاية. لاحظوا سريع جدا. يقول لك هل تريد يعني براوس هذا الـ SSD لأنه كيكون متصل. نعمل إيشاب يوم مبروك عليكم. ها هو إخوان شغال بامتياز أحبائي. تشبكون واحدة مثل هذه طبعا نضع على USB واحدة مثل هذه وانتم عندكم أندرويد بوكس. إذن كما تشاهدون نجي مثلا نجرب. ها هو البلاي ستور شغال وكل التطبيقات شغالة بامتياز إخوان. الصوت شغال واي فاي شغال سريع جدا متماشي للغاية أحبائي. إذن هذا هو درس اليوم عن طريقة تنصيب قرص SSD عليه نظام الأندرويد تي في. يتساءل البعض هل ممكن أن أخذ هذا القرص معي إلى كمبيوتر آخر؟ نعم يمكن تشغيله بشرط أن تنصب في الكمبيوتر الثاني grab to win. يعني نجي grab to win وننصبه على الكمبيوتر الثاني ونحدد الكيرنل على القرص. نفس الطريقة اللي قمت بها تقومون في أي كمبيوتر وتأخذون معكم القرص أحبائي. مبروك عليكم. هذا هو الدرس نزولا عند رغبتكم وتفاعلكم مع الفيديو السابق. يعني الفيديو السابق تفاعلتم فيه جيدا. أشكركم من القلب. لايكات والتعليقات الجميلة ديالكم كنشكركم من القلب إخوان. أخوكم محمد يحييكم. هذا هو الدرس نزولا عندكم وأنا شغال معكم. يعني أنتم أطلبوا وأنا سأنفذ إخوان. أرجوكم 5000 لايك. وصلوا اللي شاف الفيديو 5000 لايك والدرس القادم سيكون مبهر أيضا وحصري. وهذا الدرس حصري بامتياز made in secret of net أو made by secret of net. تحياتي لكم ونلتقي في الدرس السابق. الدرس القادم عفوا والله تنخليها الدرس القادم ما السابق راه فات. تحياتي لكم.